الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص لديه ماشية للدر والنسل، وأيضا يبيع منها ويتجر فيها، هل يزكيها كتاجر أم زكاة ماشية، مع العلم أنه يعلفها ويجلب لها الماء مع الرعي بعض الأشهر في المرعى؟ لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن من جملة الأصناف الزكوية بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول أو أكثره، فبما أنك أيها السائل تعلفها طيلة العام أو أكثره، وإنما تجعلها ترعى في بعض الأشهر فقط، فإنه لا زكاة عليك فيها باعتبار كونها بهيمة للأنعام، ولكن كونك تنوي بها التجارة بمعنى أنك قد أعددتها للبيع والشراء فتشتري وتبيع، فتبيع منها وتشتري غيرها، فإنك في هذه الحالة عليك أن تزكيها زكاة عروض التجارة، وهي أنه إذا حال عليك الحول مع بقاء هذه النية في قلبك تقدر ثمنها ثم تقسمه على 40 فيخرج لك ربع العشر. فإذا الخلاصة يجب عليك في غنمك زكاة عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها عند ابتداء كل حول، عند ابتداء كل حول، وليس عليك زكاتها على أنها بهيمة أنعام لأنك تعلفها الحول أو أكثره، والله أعلم.